بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم. معكم كالعادة علي الجعيشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة اليوم، حلقة نكتشف من خلالها طريقة تحميل وتشغيل لعبة باتل رويال تراينر. فإذا كنت من عشاق ألعاب القتالات المسلحة والمغامرات فهذه اللعبة ستنال إعجابك بالتأكيد، خصوصا أنه بإمكانك تشغيلها على الأجهزة المتوسطة. إذن كل ما عليك القيام به هو تحميل اللعبة من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل التدوينة الخاصة بهذا الدرس، وطبعا رابط التدوينة أسفل الفيديو في الوصف إذا كنت على موقع يوتيوب. مباشرة بعد الانتقال إلى هذه الصفحة يكفي فقط أن تقوم بالضغط على داونلود. مباشرة بعد ذلك سوف يتم تحميل اللعبة على شكل ملف مضغوط. كل ما عليك القيام به هو فك الضغط عن هذا الملف، ثم ستستخرج مجلد على هذا الشكل. بعد ذلك تقوم بفتح هذا المجلد، ثم تقوم بتشغيل اللعبة من خلال الضغط على ملف الستاب الموجود في هذا المكان. مباشرة بعد الضغط عليه سوف تشتغل معك اللعبة مباشرة. إذن الآن دعونا نكتشف لقطات من هذه اللعبة. إذن أتمنى من صميم القلب أن تكون قد نالت إعجابكم هذه اللعبة وقد استمتعتم بها. كان معكم كالعادة علي الجعيشي، لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وكذلك زيارة كافة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا زيارة مدونتي الرسمية للمزيد من الدروس والشروحات التقنية مدونة مجهول معلوماتي anoninfoprof.com. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.